حته وسخه، منطقه وسخه. اللي اشتنه ضحك عليه وفكر ان هو ممكن يتكلم على حماسه، ولا حماسه ده عظمه طريه يتاكل بنص درس. يبقى لازم يفوق، لازم يفوق عشان ما تاخدوش الجلاله وتاخد اللي خلفوه. معاش ولا كان اللي يقدر يعملها؟ مين ده اللي السجن يبلغ عن زينه رجال مصر القديمه بحالها؟ اهو استجرى وعملها، وتلاقيه سمعنا دلوقتي وبيتحسر على خيبته السودا، وبيتحسر على تمن المكالمه اللي فاحت في الهوا. هو فعلا بيتحسر يا اسطى حماصه، بس مش على تمن المكالمه اللي راحت ولا على خيبته السودا. لا، هو بيتحسر على اهله وجيرانه والناس اللي اتربى في وسطهم. رجاله السيده، رجاله السيده الجدعان قوي اللي محدش فيهم اتهز للي بيحصل ده، ولا انتفض في رقبته عرق نخوه لوجه الله. ايه اللي بتقوليه ده يا استاذ؟ الحقيقه يا عم نعيم، الحقيقه اللي كلكم شايفينها وباصين في الارض عشان خايفين من البلطجه والبجاحه. لا يا استاذه، عيب عليك الكلام اللي انت بتقوليه ده يخرج من واحده محترمه زي حضرتك. والله عيب اللي انا بقوله، ومش عيب لما بلطجي زي ده يحول للحاره الوكر للمخدرات ويعكس كل بنات الحته قدام عينيكم في الراحه والجايه وانتوا واقفين بتتفرجوا، وشايل واحد زي محروس الغلبان فرش حشيش يسرح بيه على زباينه. لا وايه، يلطش فيه قدام عينينا كلنا واحنا واقفين بنضحك. يا فرحتي بيكوا. خبص حشيش بس يا حشيش، بس يا حشيش ايه لف التعتاره يا يعني. اما انت اعترفت اهو، يعني اعترف ده ايه يا بتاع انت؟ ليه؟ هو انا واقفه قدام قاضي ومش واخده بالي؟ ايوه انا اللي بلغت عنك يا حماصه، ويا رب يا رب كده تدب فيك الرجوله وتفكر انك تمد ايدك عليا او تمس شعره مني. يمكن يمكن حد فيكم يفوق من الغيبوبه دي. صلوا على النبي بقى يا اخوانا. مش هي دي يعني؟ ايوه هي دي. طب اهو. لا 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 مش هيحصل. ايه يا ابني 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 يا لا والله اعمل فين انت عارف انت مش هيحصل. زواوي هقول لك هتديني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا يلا يلا يا عم تعالى. لا يا عم انت ابعدوا من الاسطوره يا مجد. يلا ابعدوا اخوانا هتتكى يا اخوانا. اقول لك ايه، انا هسيب انا بتم الدعش بعد عيل غبي وهتنرفس. والله والله هتنرفس ولا عيل غبي يا عم الغبي. لا اله الا الله، انت كده اعدام يا استاذ يا عم. ما يطلعش يرضيك قاعد يا مولانا يرضيك. بس يعني وانا عشان مقطوع على العهد ان انا ما بنتش ايدي هتبد على رجليا؟ ده كلام يعني يا مولانا؟ طب وماله؟ وماله؟ والله العظيم اشد مننا واكبر وخدع على ظهره. ويا سلام على الجلد، ويا سلام على الصبر. انا مش هسيبك يا محروس، مش هسيبك. ايوه ايه، ما تجمد شويه يا عم الحاج. ده انا قلت دي ايه، دي ضربه راجل لا مؤاخذه. اضرب جامد يا عم، كفاره والله. الله اكبر. استنى يا عدوي، ما ارفع ارفع يا محروس. الله الله محروس ابو فاطمة، اخر صفر على الشمال واصغر كلمه في الهامش وارخص جثه مستغله في اي مصلحه ومستعبده بتراب الفلوس. ولو فتحت الكادر شويه وشفت الصوره من بعيد هتفهم بقى ليه حماصه النونو مستاوي على محروس وهو ضامن ان مفيش مخلوق في حاره الدراويش كلها ممكن يمنعه او يقف قصاده. مين اللي ممكن يعمل كده؟ نعيم البقال، هتاخد ايه من راجل عينه ما بتشوفش غير القرش ومشغل بنته في المحل بالاجره زي الغريب؟ انت يا بنت هنشوف اكل عيشنا ولا هنسرح في العركه وشغل العيال؟ ما تبحلقنيش، امشي روح شوف الزبون.